حياكم الله متابعينا الكرام، معنا الاستاذ احمد بدوي. طبعا الاستاذ احمد بدوي غني عن التعريف. الله يسلمك استاذ احمد، نبغاك تحكي لنا عن بحكم خبرتك في التجوال في جبال المملكه بشكل عام وجبال الجنوب بشكل خاص، عن النباتات العطريه اللي واجهتها واي نبته جميله اقتربتها. الله يحييك ويسعدك انت وولدك. وياك ان شاء الله. بالطبع انا دائما تعجبني المقارنات، يعني كنوزنا القادمة ستكون في النباتات العطرية. أضرب لك مثال، برميل النفط 70 دولار بينما برميل العطر ممكن يجي 10,000 دولار، يعني شوف تخيل كم الفرق في السعر. أنا رحت دول مثلا وجدت في مصر بني سويف 70% منتجات العطور في مصر من بني سويف، كلهم أثرياء من منتجات النباتات العطرية. أنا كان أقول جبالنا عطرية، أشجارنا عطرية، فرصنا رهيبة جدا نستفيد منها. إلى الآن لم تتوجه البورصة إلى النباتات العطرية حقيقة. أنا أعرف نبتة اسمها القرملة اللي سألتني عنها، أعتقد أني لو لقيت اللقية بألف ريال إلى آخر من هذا النبتة تعطني الله إن شاء الله أنها تصنع وتنزل باسم أحمد بدوي وبالتعاون مع مصنعكم لحول الله. فأنا أقول مجال خصب، وأنت مثال وملهم وقدوة ورائد من رواد أعمال العطورات، إن شاء الله تفيد الوطن وتفيد الشباب ونشوف مصنع قريب إن شاء الله عرض الواقع. يا رب يا كريم، شكرا لك.